مكونة في حراسة المرمى عبد الرحمن معتز أكجا وهي الآن للقيصومة منقولة عند مطلق الشمري. مطلق نقل الكرة الآن في الجانب الأيمن، استقبل أربعة أهداف في المركز العاشر، نقاطه ستة. القيصومة في المركز العاشر والشعبة جورجي لاعب القيصومة حينقلها إلى خالد ناش، نقل الكرة الآن في الجانب الأيمن، نقل الكرة أمامية، التغطية الدفاعية الحاضرة للقيصومة في منتصف الملعب عند حميد جاوشي. حميد جاوشي ربما ينقل الكرة إلى مهن واقص، أو الكرة الآن عند خالد ناش. تلك المباراة التي جمعت بين الشعلة وهجر في الخرج هنا، واستطاع الشعلة دون مقابل ممتازة، ولكن الشعلة استطاع الفوز للقيصومة. إلى جورجي، إلى خالد ناش، خالد ناش التمر يبحث له عن زميل، إلى حميد جاوشي، إلى مهنا واقص، صبيعي ربما إلى جورجي، إلى خالد ناش في منتصف الملعب. خالد ناش ماشي في الكرة، 15 فريق، أربعة لاعبي فريق الشعلة، والكرة الآن منقطعة عند حميد جاوشي الجزائري يحاول، أو عند خالد ناش يحاول المرور، عرض الكرة رأسية وإلى خارج. دقيقة 20 مجريات شوط المباراة الأول، لا يزال القيصومة متقدم بهدف دون مقابل، الهدف جاء في الدف. مهنا واقص قائد فريق القيصومة إلى خالد ناش، خالد ناش يحاول المرور، نفذ الخطأ، نقل الكرة ملعوبة، ولكن التغطية الدفاعية تزال عند كارلوس. كارلوس في الأمام ينقلها إلى ميرزادا، ميرزادا ماشي في الكرة يبحثنا عن زميل، ارتطمت في خالد ناش وإلى خارج أرضية الملعب. الجزائري خالد ناش قالوا لأندية في الدرجة الأولى للمحترفين، والكرة الآن فريق القيصومة إلى ورد سلامة. ورد سلامة الكرة في منتصف الملعب إلى خالد ناش، خالد ناش هاب ثم جون لاعب فريق الحزم بأربعة أهداف. هذا فيما يتعلق بقائمة، نقل الكرة إلى الأمام عند كارلوس، حصلها رأسية خالد ناش، ورد سلام في المنتصف إلى خالد، خالد إلى نعم احتساب خطأ لمصلحة فريق الشعلة في اللقطة الماضية. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين الحادي عشر عن طريق محمد الضفيري، والكرة الآن عند خالد، عند خالد الشمراني لاعب فريق القيصومة، نقلها إلى خالد ناش، الكرة إلى الشم نفذ الخطأ الآن. خالد صنعها خالد السبيعي من خطأ، ثم تم الغاء. سيالة خلص الكرة الماضية إلى زبير، كرة زبير الآن عند خالد ناش، زبير يحاول في اللقطة الماضية ولكن دفاعات القيصومة تتواجد في المكان المناسب. وارد سلام نقل الكرة إلى خالد ناش للقيصومة، خالد ناش إلى مهنا واقص في الحائل، انتصر على الأخدود بهدفين مقابل لا شيء. الحزم والخلود انتهت بالتعادل الإيجابي لهدف ملعوبة لمصر. بحثت القيصومة في الجهة اليسرى تلعب مقطوع عند جورجي لاعب القيصومة، جورجي إلى علي الشعفي، لكن قبل ذلك تصل إلى خالد ناش، خالد ناش، خالد ناش، أرضي